هي كلمات تختصر معاناة مئات الآلاف من السكان في شمالي قطاع غزة، الجميع مهددون بالموت جوعا في ظل المساعدات الشحيحة التي قد تنقطع في أي لحظة. في أطفال بدها تأكل، في أطفال بدها دواء، في أطفال بدها تعيش، في أطفال بدها تتعلم. إحنا انتكبنا هيك، إحنا ما شفناش ولا حاجة. أيام صعبة تمر بها العائلات بحثا عن الطعام، طوابير طويلة في انتظار وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر. جاي عشان أخذ طحينة وأي مساعدات عشان أطعم أولادي قبل رمضان، فيش عنا ولا حاجة، ولولا الحاجة ما حدش يجا فينا. نفاد الماء والغذاء يهدد حياة الفلسطينيين وسط مناشدات للأمم المتحدة ودول العالم للتحرك لإنقاذهم وتجنب كارثة إنسانية وشيكة. أنا جاي وكل هالملايين هذه عشان يأخذوا طحين. غزة فيش فيها أكل، إحنا منطالب العالم الحر يشوفونا حل. جوعنا يا عم ما ضلش، متنا من الجوع. أزمة إنسانية قد تكون هذه الصور غير كافية لنقل حقيقتها وتتفاقم مع وقف تمويل وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في القطاع.